أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباش بالإصدارات المتميزة لوزارة الأوقاف ودورها في نشر الفكر الوسطي المستنير ومحاربة الفكر المتطرف. جاء ذلك خلال تفقدها جناح الأوقاف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ويقدم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لزوار جناحه بالمعرض مفاجآت متعددة على إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من بينها خصم بحد أدنى 30% على جميع إصداراته لأول 100 مشتر بالمعرض.